شفت الأقاليم الصحراوية، شفت أكبر شدركة ياها الدار البيضاء تكون نسبة 11% من المشاركة في الانتخابات. الأقاليم الصحراوية لعيون داخلة السمارة، هذا أكبر خزان موجود في ذي اللي ينقالوا عملية الانتخابات التشريعية والجمعات الجهوية والمحلية، المجالس الجهوية والمحلية في هذه الانتخابات. والمشاركة، مشاركة الصحراويين اللي جاؤوا من إسبانيا وساكنين في المناطق وجاؤوا من المخيم ومشاوا بطاقاتهم بالوكالات من المخيم، وجات يعني دليل على أن المناطق الصحراوية هي أكبر خزان للانتخابات المغربية. وبالتالي لقموا فرس وكل ما يخلطوا في الشذب. هون ينعت لك العكس على أنه البوليزاريو لا وجود له في ذلك ينقالوا المناطق الصحراوية. وحسب اللي يظهر لو كانوا قاعد فتحوا الربط، منين تشوف يا ابوي ذي اللي قالوا عنه الصب؟ انا ما شفت غير قالوا لي وحدين، فهمت يا عند الصب من 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 من, من الخلق جاي من هوك، قطعا عنهم قالوا كانوا فتحوا الربط للنواحي يدخلوا يصوتوا ويرزعوا عاد لا يعدلوه. هذا ما هو شي يجيبوا لك، ما هو عقله. مرحبا احمد، اش حالك ياك؟ لباس خير. شوف الناس هنا تخالق روايات متخلطه، عندها الامور متخلطه فيه. هي اولا ما هي فاصله بين الاصل والانتماء السياسي. بوليزاريو كحركة سياسية كانتماء سياسي يمكن التخلي عنه في أي وقت حسب الظروف وحسب الحاجة له. إذا إحنا ما تلات عندنا به الحاجة، إذا تخلينا عنه وفينا منه، هذا انتماء سياسي. وأصل كصحراويين هذا قضاء وقدر وخارج عن نطاقنا، ولا نقدر نتخلاو عنه، لأن قاعد قلناها قاع ما هي قاعد جادة على حد تقول عنك مانك صحراوي، أنا إحنا لا صحراويين. وبالتالي هذاك من قضاء الله وقدره ولا فيه نقاش قاع. وهم شاكين عنه اللي في ذي البوليزاريو هو اللي صحراوي. ايوه انا هنا عقب نقول لهم انا قاع اللي في البوليزاريو راهو ما هو صحراوي، ولا حد يتكيس معانا. الانتخابات هذا العام كثير ياسر من الانتباه الكثافه لا بارتيسيباسيون الصحراويه، كثافه لا بارتيسيباسيون الصحراويه اللي عادت الناس في الصمارة وفي العيون وفي الداخل وفي الجدور، عاد تنجاب الناس من المخيم ومن موريتان ومن اوروبا باش تشارك في الانتخابات. رغم لا الصحراوي، ما نقول ما نتكلمش على المغرب، لا الناس المترشحه صحراويين وكثر الترشح الى الصحراء في مناطقها، وكلها مترشح في مدينته وكلها مترشح في قريته وفي حيه، ولا هو قاعد يترشح حد ما هو من حيه ولا حد من من من, من ساكنته قبال، ويشاطب ويعيط ويتلفن على كل بلد يجيب اهله ويجيب خلقه باش يسرق. هذا قطع عنه المغرب نجح في ذي الروايه اللي هي لا تعود ماني عارف يا غير ويلهم بارلون دار انه بيتي بيكو بورتيتو دي بارتيسيباسيون صحراوي في الانتخابات في المناطق المحتله اتونسيون. والمغرب ما عاد الذي عايق اللي يعود، ما انا عارفهم الناس شايفه عند العدو اللي نقولوا احنا عاد خير فيها من الصديق اللي جايه من عنده اللي ما هو عاطي شيء، وذا اللي معطي قاع ومصدق ومشي من عند النصارى، ذوك المجرمين يقبضوا 90% منه يعدوا به البلو الاقلام. يا مال اتنسيون، والله لا يفضح وشيء، وانا الله هنا يراجعون. مرحبا سالك، شو دائما لابد لكم من هذا عذر النواس، خايفين تنقطع عليهم كرطيه، خالقين الاف المصوت هون تلقى ما عندها كرطيه. ثانيا قضية هذا الممثل الشرعي والوحيد اللي دعت شبه القزرة، اللي دعت قزرة، والقزرة أصلا ما هي قانونية، دعت جبهة قزرتها والقزرة ما هي قانونية، ما هي مخطط في البناية العمراني ولا شيء ينقزر وتوف. اللي راي تمثل فيهم وغير تمثل بعد الأرص. قضية هذا العذر اللي بيهم لا تنقطع عليهم ولا بيهم، هو حد يدور حقه ومقتنع بحقه ومؤمن بقضيته حقه، ما تميلوا لا كرطية ولا غيرها. ولكن منين يعود هذا ما هو مؤمن
وعرف على انه مشى في السراب هذه المده الزمنيه كامله. اذن بالتالي اليوم العالم عالم مصالح، ولكن بوليزاريو ما فهمته. علينا راهي حتى هي لا مصلحه كانت معدله فيها وفات منها الناس. اذا هؤلاء الناس اليوم ما فيهم حد جاي مكتف باش يزرق، خالقين الالاف منهم اللي ما عنده قاع استفاده في المغرب. اذا هذا لا شيء من المبررات. هل انت نقول لك انا على الناس ساكنه في تندوف بها لا خايفه من الجزائر؟ الناس عندها الحريه، اللي يبقى منها فهم يمرق ويقيم يرجع الارض ويقيم. بس يقول لك انا تبدأ الناس ساكنه في بير الجزائر حاصل عليها ما تخليها تمرق، والله تقول لي انا تعنها الناس فارض عليهم القارب عن مزق. نقول لك انا كذب. الصحراوي اليوم اينما كان عنده الحريه، ذاك اللي مع البوليزاريو ما متحكم في حد، وذا اللي هو في المغرب ما متحكم في حد، وكله تاري اللي يمثلوا. نعطيك عكسه قانونيا بعد صلي السالك له، نعطيك عكسه قانونيا ذا اللي قلت. وتعرف على البوليزاريو ما تلات مثل حد، ولا حتى في المنتظم الدولي هو أكبر شيء الأمم المتحدة جالسة مع رؤساء الجهات الثنتين المنتخبة، جهة الساقية الحمراء وجهة وادي الذهب في وفد المفاوضات. وبالتالي هذا البوليزاريو هذا بداية على البوليزاريو ما تلات مثل حد. البوليزاريو آلاف المؤلفة من الصحراويين اللي كانت ملتوية تحت لواء البوليزاريو وتسبح يوما بكرة وعشية باسم البوليزاريو، واللي أنا ذا واحد منهم نتكلم معاك. ما تلين مؤمنين بالبوليزاريو، عدنا حركة قال حركة صحراويين من أجل السلام، ولا ثلاث البوليزاريو تمثلنا. الانتخابات التشريعية للمجالس البرلمانية والمجالس المحلية والجهوية في المناطق الصحراوية اليوم الكثافة السكان الكثافة كثافة المشاركة فيها تنعت قبال عن البوليزاريو، ما عندها بلد ولا تمثل صحراء ولا صحراويين. وبالتالي صحراويين اختاروا من يمثلهم، إذن معناها على انهم من اختاروا من يمثلهم معناها على البوليزاريو ما تمثلهم، ما تقدر يمثلهم تمثيليتين. إذن هذا هو الواقع. المنتظم الدولي ما البوليزاريو ما تمثل الواقع على الارض، البوليزاريو ما تمثل صحراويين. خالق رواية ذيك الساعة مزالت الصورة نيغرو بلانكو، كانت الناس متلفة تحت البوليزاريو، قال ذيك ما تلات خالقة وفصلنا مع البوليزاريو. إذن ما تلات ذيك ما تلات خالقة، ما تلات خالقة الصحراوي عم كانوا تحت البوليزاريو. إذن اللي ذي المقالطات وذي تحل لا ما تحك لا تكل هذا قاع ما في مكلفك عنك تحلف بالله الشيء ما كون منه مولانا مكون.